بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 54. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يبين الشيخ رحمه الله معاني التأويل وأيها التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، ليقطع بذلك حجة الذين جعلوا أسماء الله وصفاته مما لا يعلم تأويله إلا الله، وهم من يسمون بالمفوضة. فيقول رحمه الله: فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني للتأويل أنه تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث للتأويل أنه هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة غير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه اللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود غيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل عليه، ولا جبريل جعله غير عالم بما بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، فثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كثيرا من كلام السلف في إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت مع اعتقاد معانيها ووصف الله بها وتفويض معرفة كيفيتها إلى الله على قاعدة الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الشيخ رحمه الله: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. قال الشيخ: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم معنى اللفظ، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.